نروح لموضوع جميل جدا 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 وقصص واقعية هنسمعها دلوقتي من مستشفى العباسية لأصحاء بس رفضهم هنا المجتمع. خلينا نروح نتابع. اسمي عبير محمد رجب الحسيني، عندي 43 سنة و 8 أشهر و 13 يوم. أنا كنت أول ما دخلت هنا دخلت في المباني إدمان، وتحولت لبشن سيكاتري ديبريشن بسيط يعني، والحمد لله خفيت والحمد لله. بقالي 18 سنة مقيمة هنا في المستشفى. أنا بشتغل هنا في المستشفى، معمول لي عقد في المسرح، بعمل حفلات، بمثل، اللهم صل على النبي، بغني في الكورال، بغني سولو، بلقي شعر في الحفلات، بكتب شعر. اقول لك بصراحه انا مش عايز اخرج من بره المستشفى، انا هقعد هنا لان ارى لاني لاني قبل كده خرجت كذا مره بصحبه نفسي، اهلي رجعوني لوحدي في منتصف الليالي. فانا خرجت 3 مرات ورجعت في نص الليل، مره الساعه 3 الفجر، مره الساعه 2، مره الساعه 1 الفجر لوحدي بطولي. فانا اصلا انا ماليش مكان بره عايش بره فيه. انا اصلا معايا بكالوريوس بره انجلش جامعه امريكيه، وكنت شغاله في البنك الاستثمار الافريقي محاسبه، بكالوريوس بره انجلش جامعه امريكيه شعبه محاسبه ماليه. كنت بشتغل في البنك الاستثمار العربي الافريقي محاسبه، وبعدين انا عشان ظروف مرضي وكده سبت الشغل من زمان، يعني بمعنى اصح وقفت عن العمل. فقلت بقى انا بيتي هنا المستشفى مقيمه، يعني انا احسن من غيري الحمد لله، معمول لي عقد وبشتغل باخد مرتب كده. سمير محمد موسى، السن 60 سنه، من مصر القاهره، مش مهندس. انا دخلت انا بشتغل في مبنى شيرتون القاهره محافظه الجيزه في قسم الهندسه، فعصابه نفسي تعبوا من المكن وكده، وصوت المكن ازعاج وكده، صوته عالي يعني وكده. فدخلت المستشفى العباسيه سنه يوم 25 شهر 6 2011، بشتغل في كل حاجه، بصلح ثلاجات، تكييفات، بوتاجازات، سخانات كده، وبساعد في النظافة وكل كل حاجة يعني. أنا عايز أقعد في المستشفى على طول إن شاء الله. إن شاء الله. مبسوط في المستشفى. عيسى حجاج عبد الشافي، مواليد 63 شهر 12. يعني أنا دخلت بعد ما خلصت الجيش، واخد بالك؟ وكنت في دار التجديد، وقعدت في دار التجديد لغاية الثانوية العامة، واخد بالك؟ وانفصل التأجيل، وبعد ما انفصل جيت العباسية تاني. والله هنا المستشفى جميلة حلوة. أنا لا أنا مبسوط كده والله، هي حقيقة والله. لا المستشفى حلوة كويسة يعني، فيها مثلا فيها سماعة برضه، واحد تعب ولا حاجة بيديله قرص مثلا التوبريول، يديله مثلا قرص اسبرين يقصر الضغط التشهير، النبض وقف يديله النبض وقف يقيس قلبه، ضربات القلب سريعة ولا لا، يعني حلوة يعني المستشفى جميلة هنا. واو الهواء حلو هنا اهو كويس يعني. الشيء محزن لما تسمع ناس بتقول لك انا مش عايز اطلع بره، انا عايز افضل في المستشفى. هم ما فيهمش حاجه وما فيش اي ازمه ان هم يطلعوا ويعيشوا بين المجتمع بشكل سليم، لكن رافضين ده وبيفضلوا ان هم يعيشوا في عزله في المستشفى. ده شيء انا ما اقدرش الومهم عليه، انا الوم المجتمع، الومنا احنا ان احنا لسه ما زلنا عندنا قصه ان احنا لازم نبص لبعض، ان احنا قضاء يا اسماء، ان احنا قضاء على بعض، ان مهما كانت ظروفك لا
احنا افضل منك، انت ليه بتعمل كده، يعني كانك انت بلا خطيئه والباقي كله انت قاعد بتحكم على تصرفاته، حتى الشخص اللي ما عندوش في وجهه نظرك خطيئه لكن ربما يكون اضعف منك شويه، انت البعض مننا ولا بيعير اي اهتمام ليه، تحس ان في كده لا في حاجه غلط، يعني مش هو ده التعايش اللي احنا بنتكلم عليه. لو حتى هنبص للاديان مش هو ده التعايش من ناحيه الاديان للناس او يعني مفروض انها وصل لها من الاديان. انا شايفه ان ده شيء لازم ثقافه فيه تتغير، معرفش انت متفقه معايا. لا انا شايفه بقى 9 اعشار الراحه في اعتزال الناس، ربنا معاكم في الحقيقه وربنا لا خايف على نفسه شكلها واحد خايف على نفسه الحقيقه، يعني خريج جامعه امريكيه ومهندس لكن من اللي الواحد بيشوفه في الدنيا للاسف يعني لا مش بس الواحد بس مش قادر مش يعلق أصلاً. مش صح بالتاكيد، بس في ناس يعني مش كل الناس بالتاكيد طاقه احتمالها زي الاخرين، في ناس بتلجا للهرب من المجتمع من اللي هي بتشوفه. ربنا يصلح احوالنا جميعا يا رب.